السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، تبارك الله عليكم، نهار مبروك. هنا واحد المفاجاه ساره مع عيد الفطر المبارك مع سي الشرادي اللي هو من مدينه مراكش تبارك الله، وجا زياره لاقليم فيكيك، ولكن شاءت الاقدار نزل هنا في بوعرفه في الحافله صحراء فواياج، نزلت دروك الصباح وراه كنرحبوا به في مدينه بوعرفه تبارك الله عليه، وكنتمناو له الخير والصحه والسلامه وطول العمر لا ليه ولا الاحباء ولا المغاربه في جميع انحاء المعمور. وكنقول لكل المغاربه عيدكم مبروك مع الفنان والاعلامي عبد الكريم الطريف والسي الشرادي اللي غادي يقدم لكم راسه. قدم راسك السي الشرادي. طيب، معكم السي الشرادي، الباحث الروحي والروحاني والباحث في علم الطاقه والمعالج وصاحب يعني انتماء للزاويه الشراديه اللي متواجده في الودايه، اللي هي بدورتها تنتمي للزاويه الناصريه واللي كلشي تنتمي للمغرب. وتنشكركم بزاف، جيت نكتشف هذه الجهه هذه وجيت ندير واحد يعني الخلوه روحانيه في المنطقه ديال فيكيك، لان قريت واحد المقال بانها كانت قبله ديال الاولياء الصالحين وديال العارفين وديال الناس اللي كانوا مهتمين في هذا الشيء ديال التصوف، فجينا نشوفوا هذا الواقع ديالهم والمزارات ديالهم ونرجعوا ان شاء الله لدارنا. ولكن غتكون السفريه مازال طويله، ولكن غنرجعوا. ولكن واحد الكلمه قلتها، نرجعوا لدارنا ان شاء الله، ولكن حتى هنا راه دارك فين ما مشيت بارك الله دارك، وحنا المغاربه ان شاء الله كل واحد من طنجة للقويرة. بارك الله فيك، تحياتي وتبارك الله عليكم مع الفنان والاعلامي عبد الكريم الطريف. شكرا. مباشر من مدينه بوعرفه. شكرا. حياكم شكرا. الله ولا نلقى، وشكرا. شكرا.